وإلى أبد الآباد كلها آمين. النهاردة يوم 29 مسرى، آخر شهر في السنة التوتية، آخر شهر في السنة القبطية. عشان كده الكنيسة النهاردة هي بتعيد بتذكار البشارة والميلاد والقيامة، التلات أعياد السيدية الكبرى. عشان كده احنا بنصلي النهاردة فريحي. ولكن قراءات اليوم ما دام ما جاتش يوم حد، بنقرا قراءات الخاصه بالسنكسار او اللي ماشيه وفقا للسنكسار. عشان كده النهارده 29 مسره الكنيسه بتعيد بشهاده القديس الانبا اثناسيوس وغلاميه، ونلاقي ان القراءات بتاعت النهارده هي قراءات فريده، يعني قراءات لا تتكرر على مدار السنه التوتيه. احنا عارفين في مبدا اسمه مبدا الاستلاف، بنستلف قراءات من ايام ونقولها في ايام تانية، لكن قراءات النهارده يوم 29 مسره ما بتتقالش غير مره واحده في السنه، واقصد بيها كل القراءات، ما اقصدش بيها الانجيل فقط. والكنيسه النهارده عايزه تقول لنا مع نهايه السنه ان كل الناس هتموت، ولكن كيف نموت؟ هو ده السؤال. هل نموت واحنا ثابتين في ايماننا بالسيد المسيح، أم ونحن سالكين في خطايانا؟ ما الإنسان لما هيموت، يا إما هيموت وهو في الإيمان وتايب، يا إما هيموت وهو في خطيته وغير تايب. من هو ثابت في السيد المسيح؟ هو الإنسان المؤمن التايب، وهذا سيذهب حيث ذهب السيد المسيح، زي قديس هذا اليوم اللي هو قديس الانبا اثناسيوس وغلاميه، القديس الشهيد اللي ثبت على الايمان الى النفس الاخير وراح للسماء. لكن مين هو بقى اللي هيموت في خطاياه رافضا الايمان؟ ده اللي السيد المسيح هيقول عنه زي ما اتقال النهارده في انجيل القداس: تموتون في خطاياكم. وقال لهم كمان: حيث أمضي أنا، يعني لما أنا هصعد للسماء، لا تقدرون أن تأتوا، لأنكم لم تؤمنوا إني أنا هو. تموتون في إيه؟ في خطاياكم. إذن الإيمان بالسيد المسيح ده الطريق الوحيد للحياة الأبدية في ملكوت السماوات. عشان كده هؤلاء الشهداء لم يموتوا بل هم أحياء في السماء. انجيل النهارده حبايبي بيتكلم، انجيل يوحنا الاصحاح الثامن من ايه 21 لغايه ايه 27، وبيقول كده: قال لهم يسوع ايضا. كان السيد المسيح بيتكلم في حديثه عن نفسه وقال: انا هو نور العالم. عشان كده نلاقي كلمه ايضا، قال يسوع المسيح ايضا، لان كان في كلام قبله كان السيد المسيح بيتكلم بيقول: انا هو نور العالم، من يؤمن بي فلا يمشي في الظلمه بل تكون له نور الحياه. فالتركيز كله عن الإيمان بالسيد المسيح. ولكن الفريسيين ما كانوش بيؤمنوا بالسيد المسيح وكانوا رافضينه. عشان كده السيد المسيح ختم كلامه مع الفريسيين اللي هم الرافضين الإيمان به، وقال لهم كده: إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. هنا السيد المسيح بيقول أنا هو، ده إعلان عن لاهوته وإعلان السيد المسيح عن شخصه الإلهي في كلمة أنا هو. باليونانية معناها إيجو إيمي. يعني إيه إيجو إيمي؟ معناها أنا هو، أنا الكائن. بالعبرية معناه يهوى. وعبارة أنا هو كان يفهمها الفريسيين كويس قوي. يعني هو بيكلم ناس، ما بيكلمش عامة الناس اللي كانوا موجودين في الجليل، الناس البسطة، لا، ده كان في أورشليم وكان في عيد اسمه عيد المظال، وبيكلم مع ناس فريسيين. يقول لك الإنسان الفريسي دون أكن واحد وصل عشان ياخد درجة فريسي دي، أكنه دخل كلية اللاهوت وحصل على درجة دكتوراه في اللاهوت. فلما يجي يكلمهم ويقول لهم أنا هو، يبقى هم فاهمين إن هو بيتكلم عن التعبير، نفس التعبير اللي قاله السيد المسيح او اللي قاله يهوى عن نفسه في اشعياء 43 اصحاح 43 ايه 10 وايه 11. قال ايه؟ انتم شهودي يقول الرب،
وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا اني انا هو. يعني انا الكائن، قبلي لم يصور اله وبعدي لا يكون، انا الرب وليس غيري مخلص. اذا كان بيتكلم مع الفريسيين اللي هم فاهمين معنى الكلام ده كويس، ولما يقول لهم انا هو، اذا ده اعلان بيقول لهم انا هو الله، انا الكائن، انا هو يهوى. وشرط الخلاص عشان تخلصوا انكم تؤمنوا ان السيد المسيح هو نفسه هو المخلص. وكان كلام السيد المسيح هنا في اليوم الاخير، قلنا كان اليوم الاخير من عيد المظال، وفي العيد دوا وفي اليوم الاخير بالذات كان بيتجمع اليهود مجتمعين من كل الاماكن، لان الشريعة بتقول ان لازم الانسان يحج، يعني يزور الهيكل او اورشليم 3 مرات في السنة، من ضمنهم عيد الفصح وعيد الايه؟ عيد المظال. قال لهم كده السيد المسيح، قال لهم انا معكم زمانا يسيرا، يعني قصيرا، زمانا قليلا بعد، ثم امضي الى الذي ارسلني، يعني انني سوف اسلم بعد قليل وساصلب وهموت وهقوم وهصعد الى اعلى السماوات الى ابي الذي ايه؟ الى الذي ارسلني. عشان كده قال لهم انا امضي وستطلبونني ولا تجدونني. وقال لهم ايضا ستموتون في خطاياكم، وكررها مرتين في الانجيل بتاع النهارده. اذا الكنيسه عايزه تقول لنا ان احنا في نهايه السنه لازم الواحد يحط قدامه انه مهما عايش هيعيش كم سنه، مهما طال بيه العمر على الارض، نهايته فين؟ انت يا ادم تراب والى التراب ايه؟ تعود. فهل احنا في نهايه السنه التوتية، نهاية السنة القبطية، فعلا بنتذكر نهاية العمر؟ طب ونيجي نهاية عمرنا لما هنموت واحنا تايبين مؤمنين تايبين، ولا هنموت في خطيتنا بدون توبة؟ سيد المسيح بيوبخ الفريسيين وبيوبخنا نحن ايضا لإصرارهم على عدم الإيمان، لان سبب عدم ايمانهم دون هيكون نتيجتها ان هم سيطرحون في جهنم، وده بسبب رفضهم للايمان به. لان السيد المسيح قال انا هو الوسطة الوحيدة للخلاص، وهتبقوا انتوا بلا توبة وبلا مغفرة وبلا تبرير. وقال لهم حيث امضي انا لا تقدرون انتم ان تأتوا، اي انه لعدم التوبة ولعدم الايمان لا يمكنكم انكم تشتركوا في افراح السماء وامجادها، حيث اكون انا جالسا عن يمين ايه؟ يمين العظمة في السماوات. اذا كل من يؤمن به لا يخزى. ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في ايه؟ في خطاياكم. عدم الايمان به بيؤدي الى الهلاك الابدي، لان الايمان به بيوصل ايه؟ للحياة الابدية. السيد المسيح قال كده في يوحنا 3:16 لما قال هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا ايه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به. اذا الايمان هو يعتبر احد اركان المسيحية الثلاثة، الايمان والرجاء والمحبة. وكل ما يرتبط بالإيمان لخصه كتاب المقدس في الآية اللي بتقول من آمن واعتمد خلص. وفي اليوم 50 بيقول بطرس الرسول لليهود توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. الإيمان يقود للمعمودية، والمعمودية بتوصل غفران الخطايا، الخطية الأصلية والخطايا الفعلية اللي الإنسان فعلها. ولكن هل الإيمان فقط هيخلصني أم الإيمان أيضا والأعمال؟ أكيد الاتنين ماشيين مع بعض.
غير كده انا اؤمن. طب ما الشياطين بيؤمنون ويقشعرون. ايه الفرق ما بينك وبين الشياطين؟ انك انت تؤمن وتتوب وعندك توبة. ابونا لما بيصرخ في اخر القداس بيقول القدسات للقديسين، يقصد القديسين اللي موجودين في الكنيسة اللي هم جايين يقدموا توبة حقيقية عن كل خطية عملوها في حياتهم اللي فاتت من اول ما اتولدوا لغاية اللحظة اللي فيها بيقدموا للتناول. وقيل ايضا ان اساسيات الايمان بالسيد المسيح ان كل من يؤمن به لا يخزى. ومقصود به لا يخزى يوم ايه؟ اليوم اللي هتفتح فيه الاصفار، يوم الدينونة اللي هتكشف فيه اعمال كل واحد، ويصير الانسان عريانا امام الله واعماله تتبعه خيرا كانت ام شرا. اذن ليس الايمان بالسيد المسيح مجرد شيء بسيط او شيء هين، لكن ده امر خطير جدا، ده بيتعلق بحياتي الابدية. ما اخطر قول الرسول لما قال الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. طب أنا أؤمن ولكني ضعيف مش قادر أني أنا إيه أروح وأعترف بخطيتي وأقدم توبة. إذن هذا الإيمان إيمان مش كامل. عشان كده إحنا في المجمع بنقول الذين كملوا فين؟ في الإيمان. دول كملوا في الإيمان، يعني فضلوا يقدموا توبة لغاية آخر لحظة في حياتهم، لغاية آخر لحظة وهم بيقدموا توبة حقيقية. والتوبة دي هي إيه؟ هي الحياة المسيحية من أول ما الإنسان ما بيتعمد لغاية لما الإنسان يروح للقبر. طب إيه هي نتيجة رفض الإيمان بالمسيح الفادي؟ السيد المسيح حذر الفريسيين، حذرهم من تركه لهم وانهم سيهلكون بالخطية اللي هي خطية عدم الإيمان به، لان أجر الخطية هي موت، وتموتون في إثمكم او تموتون في خطيتكم. الفريسيين لم يفهموا قصده بل ظنوا انه هيقتل نفسه. قالوا كده، ظنوا انه سيقتل نفسه، ان هو يروح ينتحر يعني. لكن السيد المسيح علل سبب عدم وصولهم اليه، هم مش فاهمينه ليه. لقال لهم انتم من اسفل. يعني ايه من اسفل؟ اسفل بتشير للمحبة العالم، محبة الدنيا. محبتهم في الدنيا كانت اكتر من محبتهم لربنا. فهيا ترى احنا زي الفريسيين محبتنا للعالم اكتر من محبتنا لربنا، عشان كده احنا لازلنا من اسفل؟ ام انت زي ما بيقولوا كده خنفاوي، يعني انت جيب نيوت تخني في قوي، يعني انت انسان سماوي من السماء. هل انت من اسفل ام انت من فوق؟ سيد المسيح قال اما انا فمن فوق، عشان هو رب المجد، هو رب المجد نزل من فوق عشان يتجسد ويخلصنا. ونحن ايضا نصير مسيحيين. انت المفروض تكون مسيحيا بين اخوتك، انت مش من العالم دون. لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، لان العالم يزول وشهوته معه. واما من يصنع ارادة الرب فهذا يثبت الى ايه؟ الى الابد. انت تعيش مسيحيا بين اخوتك في العالم، عشان كده يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. امتى الناس هتشوف وتمجد اباك الذي في السماوات؟ لما يلاقوك ان انت انسان تايب ماشي في طريق ملكوت السماوات. سيد المسيح قال لهم انتم من هذا العالم. يعني ايه انتم من هذا العالم؟ العالم ده ترابي، انت تراب والتراب ايه؟ يعود. فيا هل ترى الروح هتروح فين في الآخر؟ على حسب الإيمان بتاعك. أي عمل بتعمله بتاخد أجره بسبب إيمانك بيه. كنت مريضا فزرتموني، كنت عريانا فأويتموني، كنت محبوسا أتيتم إلي.
عشان كده بإيمانك بكلام السيد المسيح وبتنفذ وصية المسيح تلاقي إنك أنت ما بقتش من هذا العالم، أما أنا فلست من هذا العالم. لا يمكن للجسديين إن هم يفكروا في الروحيات أبداً، ولا يستطيع إن هم ينالوا الروحيات. فهل نحن لازلنا جسدانيين أم إحنا بقينا روحانيين نحيا تحت إرشاد الروح القدس؟ إن لم تؤمنوا إني أنا هو الكائن أي الله الأزلي تموتون في خطاياكم. وهو أمر واضح، ده أمر صريح، إن كل من لا يؤمن بأن الله جاء في الجسد مش هيتمتع بفدائه وهيهلك إلى الأبد. لما جم سألوه قالوا له أنت مين أنت؟ من أنت؟ لما قالوا له من أنت يقصدوا ان هم يسخروا منه. انت مين انت؟ عارفين لما واحد كده يبص لواحد من فوق لتحت يقول له انت مين انت؟ نوع من انواع السخريه. فهم كانوا بيسخروا بكلام السيد المسيح، مش عن معرفه، مش بيطلبوا ان هم يعرفوا المسيح، لا، ده كانوا بيسخروا من كلامه. لان السيد المسيح قال لهم ان هو ابن الله، وقال لهم ان هو المسيح، وقال لهم انا النور، نور العالم، وأنا باب الخراف. كل دي كانت إشارات عن المسيا المخلص، المسيح اللي هيجي يخلص العالم كله من خطاياه. علشان كده لما سألوه قالوا له من أنت، كانوا بيسألوا بإيه؟ بسخرية. ده كمان قال لهم وإن الله الآب قد أرسله إليهم. بيعلق القديس مار يوحنا الحبيب قائلا إنهم لم يفهموا إنه كان بيقول لهم عن الله الآب. هم ما فهموش ان هو كان بيكلمهم عن الله الاب، وان ما يعلمهم به هو من عند الله، واي تعليم السيد المسيح قاله كان تعليم حق، لانه هو الحق، انا هو الطريق والحق والحياه، وانه بعد كده هيرفعوه على الصليب، وبعد كده لما يرفعوه على الصليب هيعرفوه ان هو الفادي. علشان كده نلاقي لما جم الرسل بيبشروا يوم الخمسين، آلاف آلاف من اليهود دخلوا فين؟ دخلوا لأنهم عرفوا أن هو الفادي وأمنوا به وخلصوا، خلصوا بالإيه؟ بالإيمان. ربنا قادر أن هو يدينا أن احنا نثبت على الإيمان، ويدينا حياة التوبة إلى النفس الأخير. لإلهنا المجد الدائم أبديا أمين. الكنيسة النهاردة بتعيد بتذكار الأربعين للمرحوم صموئيل صبري بطرس والمرحوم